الطاجين المغربي من بين الأكلات المغربية المعروفة على الصعيد العالمي، كلشي كيبغيه، الناس الكبار والصغار. حضرت معكم جوج أنواع ديال الطاجين. الطاجين الأول بالدجاج والبطاطس والجلبانة والمسير، والثاني حضرته فقط بالخضر كاملة بدون لحوم. ندوزو دابا باش نتعرفوا على الطاجين الأول. طريقتي أنا الشخصية في الطاجين، كنفرش البصلة هكا دوار دوار مع شوية ديال الزيت على نار هادئة. الدجاج ديالي كنشرملو بوحدو او اللحم، والخضرة كنشرملها بوحدها، ما كيعجبنيش نحط كلشي ونكب التوابل من الفوق. كيعجبني هكا الخضرة تاخد التوابل وتنسم مزيان. من الاحسن اذا كان عندكم الوقت كافي تخليو هادشي قبل يتشرب الشرمولة. تندير بالنسبة للتوابل شوي ديال الخرقوم البلدي، شوي ديال البزار، شوي ديال الملحة، ما كنديرش التوابل الاخرى، فقط شوية البزار، شوية الخرقوم، وزيت الزيتون، وشوية ديال المصير من الينا عندكم، حتى هو كيطلق واحد البنة زوينة. وكنتبل مزيان هادوك الخضر ديالي مع شوية ديال المعدنوس والقزبور، ونستفهم بحال هكا، ونرمي هذيك الجلبانة والزيتون وداكشي اللي تبقى ليا من التتبيلة. كنضيف عليه شوية ديال الماء الساخن ونكبو في الطاجين، ونسد عليه ونقص عليه على المهل. كيطيب وكيجي غزال بزاف ولذيذ. وفوالا. اما بالنسبه للطاجين تاني، غادي ندوزو لطريقه الاعداد ديالو. الطاجين تاني فقط كيتكون من الخضر. انا خديت كل حاجه منها، شويه الفلفله الحمراء، المعدنوس، الزيتون، الجلبانه، اللوبيا الخضراء، القرعه الخضراء كيما كتشوفوا، الخضر كلها، الجزر شويه فقط من التحت. وكنشرمل كل شيء في واحد الاناء بنفس الشرموله اللي قلت لكم قبيله، زيت الزيتون، معدنوس، قزبور، شويه الخرقوم، شويه البزار، شويه الملحه. ومن بعد كنصف الخضره ديالي فوق ديك البصيله اللي قطعناها على شكل دوائر، ونكبوا شويه ديال الماء فقط ونقصوا على العافيه. اصلا البصله كتلق لينا الماء. هو الطواجين ديالنا وجد كيجي رائع، لا هو ولا الاول اللي حضرت معكم. كيجي غزال وكيطيب بسرعه، ما كياخذش منا بزاف تاع الوقت ولا بزاف نتاع التعب ولا مجهودات. زوين بزاف وبصحه وراحه. دابا غنتقاسم معكم واحد لي برودوي بيو ناتوريل زوينين بزاف، كتخدمهم واحد السيده في واحد التعاونيه. كهاد الكوكتيل اللي كيحتوي على الشريحه البلديه مع القرقاع واللوز والتمر. ايضا عندها دي برودوي كوزميتيك بحال هاد الصابون البلدي، سواء ديال الودعه ولا بالحنة ولا بالورد، بالعكر الفاسي، بالنيله، كما كتشوفوا الاثمنه جد 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 مناسبه. عندها دي غوماج لوجه، عندها فازلين ديال الورد، فازلين ديال العكر الفاسي، بزاف نتاع لي برودوي اللي زوينين ومخدومين باليد من قلعة مكونة كما كتعرفوا، وما معروفين بالورد. عندهم ايضا زيوت، عندهم ماسكات، عندهم ماء ورد مقطر كما كتشوفوا، هذا مقطر قرعة ديال الزاج، ماشي دوك لي القراعي اللي كيكونوا معروفين ديال 5 دراهم ولا ديال 4 دراهم. هذا تا هو مقطر وزوين بزاف. هذا كيصلح لي ماسك، تا هو لودغوز، ماء الورد الخالص، مي هذاك الزاج مقطر وحسن منه الا بغيتي ديري هكا ترشي على وجهك من بعد لي ماسك ولا فاش تفيقي الصباح. عندها ايضا دي بوما ليفغ زوينين بالعكر الفاسي ديال الشوارب، تا هما باثمنه مناسبه بزاف. فرماج بلا لويفيغا، بتين شوكي، بالعسل وشمع النحل. ايضا الحنه ديال الجسم والحنه ديال الشعر، هذه مخلطه بالورد نتاع لو كور. عندها زيت الحشيش، الناس اللي عندهم تساقط الشعر، زيت الجليسيرين الا بغيتي تضيفيها هكا على دي ماسك، زيت الحلبه، زيت القرنفل، زيت اللوز الحلو. في فيديو الجاي ان شاء الله غنوريكم لي برودوي اللي خديت من عندها. اول حاجه هو هذا
كوكتيل اللي صحي بزاف اللي غني بالفيتامينات، راكم عارفين الشريحه غنيه بفيتامين دي ومزيانه للناس اللي عندهم مشكل ديال المصران. ايضا عندها الكحول البلدي، كاين هذا بنواه التمر والكحول البلدي بالزعفران البلدي حتى هو زوين. دونك داكشي زوين بزاف. كيف ما قلت لكم هاد التعاونيه كيصاوبوا داكشي بيديهم وداكشي زوين وموثوق منه. كما كتشوفوا دقت انا يا ديجا هذيك الشريحه، شريحه بلديه مذاقها زوين مخلطه مع القرقاع ومع التمر واللوز باثمنه مناسبه بزاف، ودي بري بادين من 10 دراهم للفوق. الا بغيتوا شي حاجه ولا عجبكم هاد لي برودوي تواصلوا معايا انستغرام ديالي في الخاص، غادي نخلي لكم الانستغرام ديالي دايز هنايا وفي صندوق الوصف. وخديت حتى انا من عندها دي برودوي زوينين، خديت هذاك الكوكتيل ديال الشريحه، خديت من عندها بوماليف، خديت زيت اللوز الحلو مزيانه للوجه بزاف للترطيب سورتو بالليل بلاصه لا كريم. وايضا خديت من عندها الحنه ديال الشعر اللي حنه ضد التساقط والشعر المتضرر، فيها الورد والحرمل والثومه والشيح والقرنفل، هادو كيعاونوا على تطويل الشعر والتقويه ديالو ايضا. وعندها ايضا هاد الشريحه بسنجلان وزيت الزيتون والتمر المفور باللوز ونبق، شي حاجه اللي زوينه زوينه بزاف. نشكركم بزاف على تتبع ديالكم لهذا الفيديو، الى عجبكم ما تنساوش تخليو ليا لايك، كنبغيكم بزاف الى فيديو قادم ان شاء الله.